اهلا بحضراتكم من جديد، وانضمنا طبعا بطله مصر وبطله بطوله اوروبا المفتوحه للقوه البدنيه مريهان النفيلي. اهلا بك يا مريهان. اهلا بحضرتك. مبروك المركز الاول والذهب في وزنك بلس 100 كيلو. الف مليون مبروك. 100 كيلو. كيلو بالظبط. 100 كيلو بالظبط. ما شاء الله، ربنا يوفقك يا رب. وخلينا نتكلم معاكي في البطوله، اتاهلت ازاي هنا في التجارب في مصر، ولما رحت مين كان ابرز المنافسين ليكي؟ كلميني عن كل ده ان جنرال. احنا بدانا الاتحاد حدد لنا تجارب، لعبنا التجارب هنا طبعا على ارقام، بعدها اختاروا. كان معاكي كام لعيبه مثلا في التجارب هنا مصريه؟ كنا احنا اربعه. اربعه. طب انت بتلعبي اصلا في نادي ايه؟ ميزان. مركز الشباب الحبانيه. الحبانيه بس انت كان معاكي اربع لاعبات بالظبط تانيين، انت خدت عليهم اول وجبت رقم التاهل اللي كابتن عادل كان حاطه قبل التجارب. فاكره كان في شهر كام ده يا كابتن؟ كنا قبل التجارب، قبل البطوله قبلها بشهر. قبلها بشهر تقريبا. والبطوله كانت بطوله اوروبا كانت امتى؟ الايه؟ بطوله اوروبا كانت امتى؟ كانت يوم 8 8/6 ل 12/6. 12/6 كام يوم؟ في روسيا. طيب رحت هناك كان في كام لعيبه معاكي في الوزن بتاعك 100 كيلو؟ كنا احنا انا بيا سبعه. كتير. طب وبطلة روسيا هناك ايه بقى الوضع؟ لا هي صراحه اقوى واحده فيهم بطلة روسيا. ما هو زي ما قال مصطفى قال دايما بتبقى دوله مستضيفه. دايما ما شاء الله الله اكبر عليهم. طب فاكره اوزانك؟ فاكره. ايه بقى قولي لي الاوزان الافتتاحيه اللي بدات بيها. بدات في السكوات 130. 130 الله اكبر. طبعا اول حاجه بنبدا بيها حاجات قليله طبعا. عشان نحط رجلنا. نحط رجلك كلها. نفس الكلام اللي قاله مصطفى، نفس الكلام اللي قاله كابتن. هو لازم يمشي على اللعيبه كلها. تمام. 130 كيلو هاف سكوات. 130 و85 بنش. 85 بنش تمام. والديد ليفت 150. ليفت 150 الله اكبر، دي كانت البدايه. طب ترتيبك في الرفع كان كام في السبعه؟ كانوا سبعه مش كده اللي معاكي؟ كنا سبعه بس سبعة. الحمد لله هي كانت البنت اللي هي في روسيا كانت كانت بترفع قبلك يعني قصدي، ولا كانت في ترتيب الرفع؟ كان كل يعني لسه كلها كانت باينه يعني قدامنا، فعارفين الارقام اللي هتبدا، دي هتبدا كام ودي هتبدا كام، انا هبدا كام. فبناء عليها انا بشوف الارقام دي. طب البدايه كنت اعلى منها؟ لا هي كانت اعلى. هي كانت اعلى بس انت دخلتي عشان بالارقام دي عشان تحطي رجلك. بالظبط، يعني عشان اول اصلا بطوله ليا، ف طبعا لازم احط رقم اقل يعني. مرعوبه يعني كان اول ماتش. اول مره يا استاذ انا مرعوب مش اول مره يتم اختيارها في المنتخب وتسافر. الله اكبر. كنت طب انت بتلعبيها من امتى؟ ما بقاليش كتير يعني 3 سنين. طب ليه لعبتيها؟ كنت واخداها في الاول تقويه لالعاب قوه يعني. انت كنت بتلعبي العاب قوه؟ كنت بتلعبي جله ولا رمح ولا ايه؟ لا كانت بطله جله. شفت في النادي الاهلي يا كابتن؟ والله انا مش تلميذ، والله انا عارف اصل هو الجسمانيات جله او رمح او قرص. كنت جله اكتر يعني. جله اكتر. كنت عامله ارقام في الجله؟ واخده بطوله افريقيا وبطوله عرب فيها. يعني اصلا انت بطله في الجله كمان. الله اكبر. طب احنا ما نعرفش الموضوع ده. ولعبتي بطولات افريقيا زي ما الكابتن، ما انت مديرك الفني كان بطل في العاب القوه يعني. والريست كنت بشجعها يعني. انا معايا. طيب مين اللي قال لك روحي للقوه البدنيه؟ مين اللي شرع عليك الشوره دي؟ اختي. كانت بتلعبها؟ كانت بتلعب قوة بدنية. ما شاء الله، ده انتوا العيلة كلها. طبعا. انتوا كم بنت بتلعبوا اللعبة دي؟ 5 بنات. مش اللعبة دي بس، احنا يعني اختي اول واحدة كانت بتلعب كاراتيه، اختي الثانية كانت بتلعب اسمها ايه؟ كونغ فو شوية، اخويا الصغير كده يعني. ده بيت رياضي كله. ما شاء الله. طب بابا وماما كانوا بيلعبوا رياضة؟ لا. ايه ده بس غريبة، دي صعبة شوية. لا هم عشان كده بيشجعوني يعني. بيشجعوكوا للرياضة. طيب انتوا الخمسة، انت أكتر واحدة من الخمس حققتي أرقام ولا في حد حقق أرقام تاني؟ أنا وأختي داليا. أي داليا خدت كام؟ أكبر ولا أصغر؟ لا هي أكبر مني. بس هي ما لعبتش ألعاب قوة، هي لعبت قوة بدنية. تمام. عملت أرقام؟ الحمد لله. نفس ميزانك ولا كان ميزان تاني؟ لا هي أقل. اقل. هي 75. 75، لا فرق في الميزان. انا بشوف بطمن يمكن تلعبوا بعض ولا حاجه. لا جه في ماتش قبل كده لعبنا مع بعض. طب حلو جدا يعني، مبسوط قوي باللي انت بتقوليه. نحاول بقى نسيب لبعض شويه. شويه ماشي ما انتوا اخوات برضه مش عيب. طيب خلينا نروح لنفس البطوله قبل ما اروح لكابتن عادل عشان اساله على حاجات فنيه مهمه جدا فاجئني بيها. انت دخلت 130 85 في 150. 150 صح؟ بالظبط. 150 صح. طب المحاوله الثانيه دخلتي في البنش كام؟ في السكواد. دخلت في السكواد. في السكواد الاول؟ دخلت 145. نطيتي 15 كيلو مره واحده. 145. طيب احنا بنحط البدايات بس عشان نشوف الماتش. اخش في البطوله بالظبط. طيب البنش كنت 85 عملتي كام؟ 92.5. حلو جدا، 7 كيلو ونص في البنش كتير. طب عملتي كام في الليفت؟ دخلت
160 160 10 كيلو. طب الارقام في الرفعه الثانيه يا كابتن عادل ادت لماريهان التفوق ولا كان لسه محتاجه تزيد؟ لسه كانت لسه. طب نخش على الثالثه. عملت ايه في الثالثه؟ نخش مثلا على السكواد. السكواد دخلت 160 نطيتي 15 كيلو كمان من 145 160. كانت صعبه دي. نجحت في نجحت فيها؟ الحمد لله. وانا بحط كسبتك. ما هو انا بحط لنفسي ان انا هخش حاجه هعملها مش هقع بيها يعني. طب ال 145 معنى كده ال 145 كانت سهله قوي. ما انت لما تشيلي 160 يبقى 145 وهتلاقي كابتن عادل اللي شجعك لان لقاكي شايلها بسهوله. طبعا. طيب حلو 160. طب نخش على البنش 92.5 بقينا كام؟ لا ده ساعتها الثانيه عملت حركه اصابه. عملت الكوبري بتاع البنش ضايقت رجلي في يعني في حركه المفروض ان انا افتح رجلي شويه عشان اعرف ازق. تزقي فالمحاوله الثالثه عملتها صح يعني الكابتن كان متابعني وقال لي لا في حركه انت عملتيها غلط حاولي تفتحي رجلك شويه تحت هتعمليها. عملت الثالثه 92.5 في الثالثه بس الثانيه كانت فشلت. فشلت عشان موضوع التكنيك اللي حضرتك نبهتها لي دي حاجه يعني الله اكبر. فعملت 92.5 تمام. دخلنا بقى على الليفت عملت الثالثه 170 بس كيلو. طبعا اصابه البنش في السحب اثرت معايا بس 170 شلتيهم؟ بس ال 170 لا انا ما شلتش ال 170 فخدوا ال 160 فخدت ال 160 بس التوتال بتاعي كان نجح. خلاص هو السكوات هو اللي السكوات هو اللي عليكي طبعا. انت نطيتي من 130 165 معايا 7.5 7 كيلو ونص. طب انتوا اصاباتكم بتبقى صعبه يعني الله اكبر يعني اوزان عاليه فلو ايد جت كده رجل ربنا يبعدها عنكم وعن كل اللعيبه. بتعملوا في الاصابات يعني هل بتحسي بتبطلي ولا بتروحي الدكتور ولا بتعملي ايه؟ لا هو انا عندي كابتن خالد كيمو يعني اول ما بقول له انا حصل لي 1 2 3 يقول لي طب تعالي في حاجات بيعملها هناك في الجيم تمرينات خبرات بقى طبعا هو عنده خبرات كبيره.